I'll show you now. Hi guys, كي دايرين لاباس عليكم جيتكم فيديو جديد. ان today's video غادي يكون فلوغ ماي داي في الصيف. بغا نوريكم شنو وليت كنفطر حيت انا وليت انسان هيلثي وليت كندير الاصال وليت كن باش نبداو بماي هيلثي بريكفاست. كنبداو باكثر حاجه ماشي هيلثي هي الرغيفه. الرغيفه هادي كنشدها كنقسمها على جوج. كنشوفو الطرف الاكبر حتى عمر الاكبر الكبير حتى عمر ما نقص تاعهم بالتساوي اوف كورس. كندير فرماجه في الجال الكبيره. ركزوا معايا. مرها اي تيك ماي ايغ. ماي ايغ نورمالمون كنديرها سايحه وياك واليوم ما صدقاتش نص سايحات. مرها اش كندير؟ كناخذ الملحه. واي الملحه حتى الملحه از جود بري ورك اوت. مرها كناخذ لبن فيرمي تن كنطويو هاي دابا طوا لكم. ناخذ الطرف الاخر اللي هو صغير كنديروا فيه بينات باتر. القهوه اللي تاهي ا جريت بري ورك اوت. ولات عندي الريزم باش نشرب القهوه و نبي جيف ماي سيلف اكسكيوز. بهذا كيكون الفطار ديالنا وجد. فطار فطار عرفتي نسيت الفطار مالك مع شرب بنين ستارز شعندك فطار كتقال فطار فطار بتقول دارجة. بهذا كيكون الفطار ديالنا وجد. عرفتي الناس اليوم دايرين اللي تقول تاخذني ماي جاد ذاتس باد. ماشي الناس دايرين اللي كنت تاخذني حتى الشبك كنت كنسمع شي حاجه اليوم سيتي نو درتهم صداع في السنقه بزاف. او ماي جاد ما فهمتيني بزاف في الودن اللي كان الناس اش كان الناس على هاد الشيء هذا في الودن تخيل معايا. بغيت نقول فخورة بك. انا فخورة. شكرا. الالعاب الاولمبيه عافاك حتى من المواعيد. اجي كنسير لبست حوايجي ودابا غادي نمشي للصال سو اي كان ورك اوت. مهم عرفت شحال ما صورت و اي جاست ريلايزد المعاناة ديال الصور شنو هما. المعاناة ديالي كانت مع الصور هو الصداع. صداع افريوير. واي از ذير صداع. غندير لي لونت ديالي من وايت حيت انا كنلبس نظاظر اف يو هافنت ريلايزد يت. عورة عورة ميمكنش نمشي لاصال بالنظاظر حيت بعدا مشيت لاصال بالنظاظر كيبقاو يدبو ليا. المهم الحرارة كيبقاو يطيحو ليا وداكشي. سو كندير ماي لانسز. كندير شوية الكونسيلر باش نبان سخفانة. كاتشوب از يو كان سي از يو كان كونكلود. شحال هادي مصورت ليكم فلوغ. شحال هادي اصلا مصورتش فيديو. اخر فيديو واخا صورتو في شهر شهر ستة ولا شهر ستة لو شهر سبعة اي ثينك. و اخر فلوغ صورته ليكم كان في مدان. ديما دايرت ورا حتى اي واز حياتي ما كنت كندير فيها والو. ليترالي ما كنت كندير والو. كنت كنفيق في الصباح كنبقى نتفرج نتفرج نتفرج. بعض المرات كنقرا بعض المرات ما كنقراش. ات ديبيندز اون كيفاش كاينين الاحوال البويكوت ديالي وداك الشيء. دونك ليترالي ما كنت كندير في حياتي حتى شي حاجه. مرة أيوز كاربع عشرين ساعة. دينا شوية باش نبان سخفانة هكا. عرفتو علاش جيت دابا في الكاميرا كنبان سخفانة؟ أراهم معرفتش كيفاش نشرح ليكم. مي the way you look in real life is not the way غادي تبان فيها في الكاميرا. يوجولي كنبان مور شحيبة كنبان مور سخفانة. once I get ready وكندير الماكياج ولا شي حاجة بحال هكا كنت موتيبة. دونك كندير هادشي هدا باش نتموتيبة باش نتحرك باش نحس براسي عندي ما يدار في الحياة. اوكي شوف الديفرنس بين ماي هاند. تحمرت في يدي وما تحمرتش موجي. يوز ذا سبراي كديرو غير بحال هكا و نورمالمون يودور ولكن اتس اي يوز ات از ا برفيوم بحال هكا. دونت اسك مي واي. هادو يوجوالي ما كنستخدمش حتى يدي حيت كنشوف ديك الباصه و كيكحلوها. يوجوالي كنستخدم بحال هادو لي كيكون فيهم الكول. فهمتوني؟ I'll show you now. شنو كناخد معايا في العصال؟ قرعة د الما. Stay hydrated. هذا راه ما انا فهم خدام مرة الما. Then we have photo. Very important قدوة معاكم باش كتخطو على لي ماشين. Okay. Of course كنتي معايا هذا. سبامي. سوارت وقفل. Okay. بالإضافة إلى الأيربودز وماي فون. صافي. That's it. دابا غدير معانا outfit check. دابا حنا جبنا كنمشيو للعصال ولكن ماشي نفس العصال. Okay. شوفي شحال قصيرة. الله يعين.
اكبرك في عزك، اكبرها في عزي. لا انا وحشة، انا مش اسمع ليه. اه بحالك. لا لا تولي عليك، بحالك. Back home, Taba. I will take a quick shower. I'll be right back. I took my shower. مغسلت شعري. هش مغسلته البارح. ودابا I will deal with this mess. Mess. This drawings. تكملت مشينا أنا وأختي وصحبت أختي لي صحبت أنا وأختي اللي هي mainly صحبت أختي. عادل. مشينا البحر. We draw these. هذي ديالي. وهذي ديال أعمال. Very cute. دابا وقت الغداء. Going to have la pâte بالكفتة وهذا eggplant بالبنجال. It's very tasty باش كيكون مقلي. انا اي ديما كنزيد السوداني حيت انا كيعجبني الحار. Of course, yes, this is my lunch. Woke up. Was supposed to be nap for 30 minutes. 30 minutes. سخف الزربة فهمتوني. Turned into ساعة ونص. دابا غندير شي حاجة في بس ديالي. I think غادي نقرا شي حاجة. I don't know. غير كنبقى نقرا بحال هكا وصافي باش نوهم عقلي أنني كنقرا فهمتوني. So basically what I do هي كنجلس وكنبد شي كولا. كولا شنو؟ إما كنقرا قراية لايك قراية الميديسين. زعما جردت الامتحانات وداكشي اللي دخلنا ودوزنا ولا هادشي الله بديت شي الله بديت البارح هاد البلان هذا ولا كنقرا شي لغه وشحال هادي ما درنا ولا صافي هادشي اللي كاين ولا ما كدير والو تكنيكلي everyone شفتكم في انستغرام قلت لكم تكتبوا لي سم كويشنز شي شحال هادي ما درت فيديو في يوتيوب واش هذا سم ثينكس يو وونت تو نو life updates with Xie and I will answer them دابا ولكن من وين غادي نشرب ماي شوقي نتوما ما صرفتش داك كامل ونص ديالو اذا شربتو كامل نسخف لكم ودابا غادي نباشروا هاد الكاستون هادو I have a lot actually a lot of questions ومو بزاف منهم كيتعاودوا ماما اول سؤال يقول واش بسبب البويكوت ندمتي حيت درتي ميديسين get this ask this question بزاف فوق القياس المشكله I always answer it انا my take on this انا ما ندمتش حيتاش درت ميسين بسبب بويكوت حيتاش انا كنت بقول بويكوت يعني فوتيت في القناعه انني بغيت لو بويكوت انا فوتيت يعني متى واحد مجبرني متى واحد ما دار شي حاجه كان قناعه دونك باش نقول ندمت درت ميسين حيت درت البويكوت راه انا اللي خديت القرار ديال انني ندير بويكوت البويكوت is not a bad thing راه واخا ما قنعناش من everything ولكن It was for a good reason. فهمتوني. بس بعد ما شفت المسائل كيل هادو كاملين واش هبطت من لا فالور ديال الميديسين في اني انا نقدر نقولوا اس ريلايزد كاين بزاف ديال المشاكل ولكن المشاكل كاينين في كل شيء لايك ذير از نوتينغ بيرفكت ان ذيس لايف وي هاف تو نو ات يعني ممكن شي حاجه تكون بارفيت ودابا ما تقادلتيش او ديك الحاجه راه عمرك ما توصلها بالعكس البويكوت خلاني نفهم بزاف الحوايج مثلا فهمني ان مثلا ماشي مجرد القرايه فيها بزاف ديال الحوايج يو هاف تو لاف وات يو دو خصك تكون مقتنع بزاف ملي شي يقدروا يوقعوا مشاكل بحال هكا هاو دو يو سي يور سيلف ان 10 ييرز 10 ييرز تكون في عمري 29 عام 10 ييرز تكون في عمري 29 عام صراحه اي سي ماي سيلف اي دون نو اتس لايك صعيب تقول لي من هنا 10 سنين كيفاش تشوف راسك مايكاش راسني ما فاستيش اش غندير غدا شوري اي هوب اي ويل بي هابي نكون انسان سعيد في الحياه ديالو نكون كندير داكشي اللي بغيت نكون عايشه ويزاوت ريغريتس زعما واخا كنت درت شي حوايج خاطئين في الحياه ديالي ودرت اغلاط في حياتي ما نكونش ريغريتيتهم ونتعلم منهم الاشياء ماشي نعيش في ندم واهم حاجه نكون فرحان ذاتس ماي بيجست جول كبن بعقلي بعد نطاطر المهم ك اغريسيف كيفاش طورتي لونجلي ديالك
باليوتيوب. انا غير حياه لونغلي تعلمتها في يوتيوب، حيت ماشي كنت كنتعلم كنتفرج في ناس كيعلموا لونغلي، كنت كنتفرج فيديوهات ديال اليوتيوبرز كيهضروا بلونغلي، دونك تعلمت بحال هكا. كيفاش طورت منها؟ كنت كنقرا بزاف بوكس، هي اللي علمتني زعما بوكس، ملي علموني كلمات الصعاب. اما بوغ الهضره كتعلمها من ملي كتشوف الناس الاخرين كيهضروا، دونك فيديوز يوتيوب. تيدو، انا منين؟ انا تولدت في اسفي، لي زوريجين ديالي ماما شماليه وبابا عائلته من نواحي ديال فاس، نسيت بالضبط فين، دونت اسك مي اي دون نو. المهم انا في دارنا في الهاوس هولد ديالنا عندنا الثقافه الشماليه، وانا تولدت في اسفي وكنت عايشه في سلام. Are you balancing your time between studying and other phases of your life, or is it hard? Because in lycée, it was easy for me, and then I balance. I was used to that lifestyle in lycée. I was doing exercise, I was reading, I read books, I read everything. I was doing everything. But it was hard for me. I didn't have enough that lifestyle. And then I was in a group of friends, I was talking about stuff like that. I was doing my own thing. I'm super tired. Don't get me wrong. It was flul, it was hard. I don't know if I'm good at balancing. حيتاش باقي لحد الساعة كنت يلا قريت شهرين ولا ثلاث شهور في لافاك مورا عدى البويكوت، دونك كان ديك الساعة باقي ما بديتش لاصال، باقي ما بديتش، كنحس لا شويه اللي كنضيع على القرايح. I was like let's get used to it. نقدر نرد عليكم الخبار تنعاود ندخل لافاك ان شاء الله، العام الجاي ولا العام اللي مورا، we don't know. اللي عنده شي سؤال على البويكوت واش هادشي غيسالي or not، انا براسي I don't know. انا براسي بحالي بحالكم، كورنتلي دابا شهر 8 عطله اداريه، دونك ذير از نو اخبار، كاين حتى شي حاجه تحت ما خدام، وي دونت نو اور سيلف. دونك انا براسي راني هاف انسرز تو ذوز كويشنز، انا ام وندرين نهار نعرف نقول لكم، نهار نعرف اكشلي حتى نتوما غتعرفوا، حيت بروبلي العالم كله غيعرف اي سقم من الاخبار. هاو ار يو ريلي فيلين، اي مين هاو لايف از جوين ويز يو ليتلي. انا صراحه في هذا البويكوت هذا نهضر لكم ندير بعقلي، فهاد البويكوت هذا اي ات واز هيلينغ تو مي، واخا ات واز ستريسفول هذا وهذا، ولكن اي ثينك اي هاد تايم تو نجلس مع راسي، نعرف ماي بيرسوناليتي، ميك نيو فريندز، ان لوت اوف ثينغز فهمتوني. دونك ات واز هيلينغ تايم، اكتشفت فيه راسي، واخا ما درت شي حاجه، قلت لكم ما درت كان حتى شي حاجه بحال هكا ملموسه درتها، ولكن درت بزاف د الحوايج من ناحيه المنتال. اوكي كانت جود راحير، رتاحيت مزيان واخا ما كنتش مرتاحه نفسيا، حيت كيما قلت لكم ما كتعرفش راسك واش غدوز اونا، ولكن ات واز هير ان سام واي اي دون نو هاو تو اكسبلين ات، ولكن كنحس براسي عندي وي انرجي تو ريسيت كي دايره مع القرايه اكشلي ما دايراش. والله لا واخا قبل شفت ملي كنقرا، ولكن راه ماشي قرايه، راه قريت 10 دقائق، قريت واحد دو باج بحال هكا بالزربه. عندي بروبليم مع القرايه، حيت لا تشرد ما عرفتش شنو خصني نقرا، ما عرفتش واش واش ندوز ان دوزو اس ا ولا اس 2، دونك اتس هارد، ما كتعرفش شنو خصك دير. وديجا يلا رجعت من الصفر، وقبل منها ما كنتش كنقرا، حتى شلتو اللي كنت عارفه شهر 8 ما غندوزوش فيه لي زيكزام، دونك اتس كومبليكيتد. ام تراين تو ورك اون ات، زعما بدا نقرا وداك الشيء، ولكن ذير از نو موتيفيشن. ام تراين تو موتيفيت ماي سيلف باش نقرا، اي هوب اي كان دو ات، ولكن المهم اش حاسه. حاسه بالفرحه، بالسعاده، لا بيان غوز. كي جاتك لا في اونيفرسيتير لي عشت فيها واحد 3 شهور، ات واز فيري غود صراحه، كتسويتشي واحد اللايف ديال انك كتكون غادي للدار المدرسه وداك الشيء، كتولي واحد اللايف ديال فريندز، لايك كل واحد جاي منين، كل واحد منين خصو، باش كتكون في لافاك لايك كل واحد من انا مدينه، يو اندرستاند لوت اوف ثينكس اباوت لايف، ات واز صراحه سوبر كوز ديك البدايه ديالها. العام الجاي ان شاء الله ونعاود لكم حياتي اونيفرسيتير احسن. شنو هما اللغات اللي كتهضر بهم طلاقه؟ الدارجه. By the way انا people انا one of the people اللي كيعتبروا الدارجه العربيه لغات مختلفين، فايت ملي عنده شي argument لغه ما تخرجش ليا الدارجه اللهجه، هذه لا علاقه لها بهاد، لا علاقه اللغه العربيه، مي بون هادشي اللي كنهضروا به حنا راه ما عندو حتى علاقه بالعربيه، فايت مي if you want to، عندي ما ندير لكم. ثالث لغه فرونسي، رابع لغه انجلي، هادو كنهضر بهم طلاقه. كنت كنقرا الكوريه، ام غوت ار صراحه الكوريه عندي مشكل مع انني اذا سمعت واحد كيهضر، سمعت واحد كيهضر ما نفهمش مزيان، ماشي ما غنفهمش مزيان، هو بروبابل داكشي اللي كيقولوا انا عارفه ياك، ولكن هما في الهضره ديالهم كيلصقوا بزاف الكلمات داكشي، دونك اتس مس كيلعب ليا في عقلي داكشي، ما كنقدرش نركز مزيان. ام غوت ات ريدين، نقدر نفهم داكشي اللي مكتوب، مثلا اذا مشيت لشي نقدر نقرا لي برودوي شنو فيهم ونفهم داكشي. بريفير ستارين ابرود اور هير، كورنتلي انا كنقرا في المغرب، في نظري انا اكثر حاجه من البنات اللي كنت باغا نمشي نقرا على برا،
زعما من مور باك نيشان، ولكن انا ومن بعد اي ريلايز انني واش انا في عمري 18 العام اذا مشيت نقرا على برا راسي واش I will be able to manage my life، زعما واش am I too young. و I realized انه صعيب بزاف داك ستريس علاش نكبر راسي بكري لك تمشي تعيش بوحدك و وتكرفس ماشي تكرفس نو ملي تكرفس، ولكن كيولي عندك other responsibilities اللي انت مولف ناس حدا اخرين كيديروهم ليك. دونك live your life حدك باقي صغير، مثلا اذا كنتي غتقرا شي حاجه فيها قلت دفاع ماستر ياس قرا ليسانس في المغرب وديك الساعه دير ماستر على برا، ولكن ما تمشينيش من هاي سكول على برا كتجيني كتحرق عليك بزاف المراحل في الحياه. شنو الدروس اللي تعلمتي في الحياه؟ شنو الدروس اللي تعلمتي في الحياه؟ قالت لكم ماما لا ثقه في عتيق، عندها اكسبيرينس اكثر مني. I would say درس تعلمته في الحياه ماشي درس الماي المورو ديالي في لايف، لايك الجمله اللي كنمشي بها بالحياه، كون كل واحد فينا دار الواجبات ديالو على حقه وطريقه would be so much better في الحياه. اذا شي واحد في كل واحد فينا عنده شي مهمه في الحياه ودارها على اكمل وجه، ما تحيرش في الطريق ديالو ودار هذاك الشيء اللي واجب عليه صافي بلا ما يزيد من عنده بلا ما يتشتت بلا تسافه بلا والو، داك الشيء ما قل ودل would be perfect في الحياه. وهذه I believe it by heart. ودورها في راسكم و you realize ان بزاف الحوايج في الحياه they are messed up just because some people decided انهم ما يديروش الخدمه ديالهم. I don't mean someone specific. Guys, this is the end of today's video. I hope you enjoyed this. If you did, tell me. مهم, I tried and then answer your questions. صح وخاد ماشي السجو ديال الفيديو. I felt like I should do it. شحال ديما تصورت فيديو في يوتيوب. مهم راه كنت كنصور في يوتيوب، راه كنت كنصور في انستا. Go follow me there if you want to. نكون بعد مرات ستوري تايم ديك اللعبات. And yes. دابا usually كنمشي دابا 12. Like literally دابا 12 بيلا. دابا I would go نمشي ندير ماي سكين كير تقريبا نفس هذا الصباح وغنمشي نتفرج شي موفي then I will sleep. Bye, see you in the next one.